يعني هي بقت كويسة يا طنط؟ الحمد لله يا لولا، الحمد لله. طب ما قالتش حاجة يا ليلى؟ معلش يا عفاف، عمالة تعيط وصعبان عليها نفسها. وانت هتسكتي يا ليلى؟ لازم تتأكدي يا أختي، الواد كان مالي إيده ومالي بقه بالكلام، وزي ما بتقولي هي مش عايزة تريحكم. ولو لا قدر الله كان في حاجة، فضحتك اللي ما اتوهاش بإيدك تعيبك وتفضل لازقة فيك طول العمر. خلاص يا ماما بقى، يا خالته ما قالتش حاجة، هي أكيد مش هتسيب مالك تعمل اللي في دماغها. يعني أنا بصراحة مش فاهمة، هي لو حامل فعلا عايزة تخليه ليه ما دام محدش عارف له أب؟ أنا بقول لو يا خالته، أصل فريزي كان فيه بيبي فعلا، ده هيبقى مسكين قوي، هيعيش حياته ازاي ده؟ ولما يخش المدرسة بقى هيتكتب أصلا باسم مين؟ الدكتور نمرته معايا، لو عايز أكلمه دلوقتي. ما احنا لازم نقطع عيله ونسيح دمه قبل الفضيحة ما تكبر وتبقى بطنها قدامها 3 أشبار. ولا ايه يا ليلى؟